نخلي البداية ذات شجون ونتكلم قبل ما ندخل مع حضراتكم على التفاصيل بتاعت المجموعتين الأولى والثانية في المونديال. نتكلم عن الحاجة اللي أكيد مزعلانة كلنا واللي هي بعيدة عن المنطق، أو مش بعيدة قوي عن المنطق، يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، دي نتيجة شبه منطقية لأمور كتيرة وصلتنا لأن احنا نكاد نكون شبه يعني غايبين بصفة دايمة عن المونديال. فتعالى نبتدي بالموضوع ده. حضرتك قصدك على منتخب مصر طبعا. طبعا بطبيعه يعني الحال منتخب مصر يعني للاسف الشديد كان كل المصريين كان نفسهم اكيد ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم، وخصوصا في المجموعه. طبعا لو احنا يعني مش عايز اقول يعني الموضوع خلص خلاص، بس يعني كان المفروض ان احنا كنا مكان يعني لو كنا مكان السنغال كنا موجودين في المجموعه دي وفي ماتش الافتتاح بالظبط يعني. كان لكن ما هو يعني اللي اكيد منتخب مصر كانت فرصته قويه، وكان حصل لنا حزن كبير ان احنا ما قدرناش نوصل لقطر، اول بطوله تنظمها دوله عربيه طبعا طبعًا. كان نفسنا نكون موجودين فيها. واكيد يعني حاجات كتير حصلت يا استاذ كريم، من بدايه الاختيارات للمديرين الفنيين، مدير فني يقعد اسبوعين ويمشي، مدير فني يجي يحقق نتائج كويسه، يعمل نتائج كمان جيدة في شهرين كأس العرب كيروش، يوصل كأس أمم أفريقيا مركز تاني، بعد كده تصفيات كأس العالم بيوصل فيها لحد آخر مرحلة مع ماتش السنغال اللي هو اللي اتلعب في داكار. بعد كده الكل توقع ان هو يستمر، لكن طبعا الاتحاد الكوره كان ليه وجهه نظر اخرى، وتم طبعا الاطاحه بكارلوس كيروش اللي هو دلوقتي بيتولى مسؤوليه منتخب ايران في كاس العالم. مش عايز اقول بقى مش عايز اقول كلام صعب يعني على القائمين على اتحاد الكوره، لكن بالتاكيد يعني في قرارات كانت يعني كان المفروض تتراجع اكتر من كده، وده اللي ادى في النهايه ان منتخب مصر ما بقاش موجود في كأس العالم. لأن لما حاجات كتير يا أستاذ كريم بتتعمل، قرارات بتتاخد متسرعة شوية أو بدون دراسة شوية، فبتؤدي للآخر إن المنتخب ما بيوصلش. هي كرة، الموضوع مش موضوع عشان ملعب بنقول بس، دي نتيجة منطقية لكتير من القصة مش الأحداث. قصة ملعب، مش 11 طبعا لعيب، طبعا لا، القصة بيبقى في حاجات بره الملعب أيضا بتأثر على وجود بطبيعة الحال المنتخب في بطبيعة الحال المكان اللي هو يستحقه.